حاضرنا بعيني وبلا يدير الخير، ولكن ما يقدروا على والو. يلا بلاتي يومي عندنا القهوة. مرحبا. Una tour, dame uno, uno. وحدة وحدة. Bueno. إيه شوف لي شي وحدة زوينة. Este no, mejor este. قلك شفنا مع ما تقولوش هكا اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الريساني. الحوت موجود يعني بالسوق المركزي بالمدينه والسردين داير فقط 12 درهم ياك 240 12 درهم والطون فقط 30 درهم وريها له في الكالكولاتريس باش السردين الفقراء متابعي قناه شوف تي في اللي اغلبيه ساكنه المدينه يعني كتاخذوا واللي يدير فقط 240 يعني بمدينه الريصاني. شحال الشريفه؟ 2 كيلو. هاوينه الزرق هاوينه الزرق دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين والمتابعات من قلب السوق المركزي بالمدينه. الحوت يعني موجود وبجوده اللي هي مزيانه، اللي كنشوفوا ان اغلب تجار يعني المدينه يعني كيجيبوا الحوت ايضا لساكنه المدينه اللي عليه اقبال كبير. الثمن ديالو 240 يعني مقارنه يعني في الاول اللي كان كيدير 10 دراهم، لو كنشوفوا يعني دابا يعني يدير 12 درهم. ملي كتشاهدوا معنا متابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر يعني والاثمنه يعني شحال عندكم ديال السردين والطون يعني والشرن ومجموعه من الانواع اللي كتكونوا اللي كتجيبوا اغلبيه يعني كيكونوا اربعه الانواع ولا خمسه الانواع يعني اللي كتجيب يعني مدينه الريصاني. اكيد اننا غادي نعرفوا الانواع اللي كاينين والثمن ديالهم اللي كاين يعني في المدينه، بخصوص السردين يعني ديال 12 درهم الطون 30 درهم. Yes.
سي كلثوم الاخت كلثوم ايمان اللي كتقول لك الحمد لله والشكر لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد والشكر يا ارحم الراحمين. الحمد لله على كل حال، ايام الخير يعني كاين ماشي ما كاينش، الله يجيب فقط غير باش ان الانسان يتقدى يعني في هذا الزمن، يعني في هذه الوقيته ديال الغلاء اللي ولا كلشي يعني كنشوفوا انه غلاء، سواء الحوت سواء الخضروات سواء الفواكه اي حاجه راه غلات، ولكن الحمد لله الخير موجود. سي سعيد سلام، شحال داير ميرينا ميريني الميرنا الميرنا ميرنا ميرينا بلاتي سي سعيد نشوفو انا هاد الانواع انا كيتلفوني، ولو انه يعني السردين اللي كنعرف يعني عزيز عليا بزاف وكنعرفو يعني في الشكل ديالو وكذلك الطون، ولكن بعض الانواع يعني كيتلفوني واحد شويه، ولو انني كان يعني الانسان كياكلهم ولكن كياكل يعني ما كيعرفش يعني النوع ديالهم. شنو هما الانواع اللي كاينين؟ سميت هذاك الشرن، الشرن والروبيو. كاين الشرن والروبيو. الشرن شحال الثمن؟ 20 درهم. الثمن ديال الشرن 20 درهم. بواجو 30 والروبيو 35، يعني هذو هما الانواع اللي كاينين. 1050 و 1060 كيلو 800 كيلو ونص كيلو ونص كيلو كيلو ونص كيلو يدمي كيلو يدمي شحال جميع 2100 2100 بغير يشرح له بغير يشرح له اش هنا سي هشام تبارك الله عليك. سي سعيد كي داير امورك تبارك الله عليك. سي هشام وكذلك مجموعه من المتابعين اللي معنا كنحييكم، يعني كيحييكم بعود قناه الشعب بجهه درعه تافيلالت، يعني الخير الحمد لله موجود. ها الطون ها الشرن ها البواجو ها السردين ها الروبيو الاثمنه سمعتوهم من قلب مدينه الرساني منين كتشاهدونا متابعي قناه شوف تي في، والجوده الحمد لله يعني كاينه بالمدينه. صاحب المحل يعني في دخلات السوق الاولى اللي كيجيب يعني مجموعه من الانواع ديال الحوت، تقريبا ثلاثه المرات في السيمانه كتجيبهم، الثلاث والخميس والحد، الثلاث والخميس والحد. السي طارق هو من اتقى الله اش من قديم بزاف، راه ضارب الكيلومتراج هاد السردين عندنا. وقع عين واحد شويه ويا سي سعيد عندك الصح، ولكن الحمد لله يعني الانسان يعني فين يكون مثلا في المناطق الجنوبيه ما كاين لا بحر لا والو، في الاخر انك تجي تلقى مثلا السردين موجود الفريغويات الحمد لله كاينين مجموعه من اللي كيديرهم يعني مجموعه من الشاحنات وهذه، راه الحمد لله الجوده كتجي، راه اكيد انك يدوزوا على مجموعه من السلامه الصحيه وزيد على مجموعه من الاشياء، ماشي غير يجي وغادي يبيع كما كيقولوا يجي يبيع بالعلال يعني المرض. Thank you.
رضوان اللي كيقول لك داكشي زين. تبارك الله تبارك الله اسيدي، والله ينور حالك السي رضوان النوار. الشكر الجزيل اخويا رضوان وتبارك الله عليك. ملي كتشاهدنا اخويا رضوان وزي حيا هي ها جيبو جيبو اخويا الله يحفظك. السيناريو راه خدام المونتاج. كاين شويه الاقبال لا والو كثير بلا الضعيف بلا الضعيف لا اله الا الله. يعني كيف ما سمعتم متابعي قناة الشعب، يعني كون كان يعني بواحد 8 درهم هذا على حد قول يعني البائع اللي كيقول لك كون كان ب 8 درهم غادي تلقى يعني الاقبال عليه كثير، ولكن ولكن دابا يعني 240 ريال يعني 12 درهم يعني شويه قاسحه. رضوان تبارك الله عليك اللي كيشاهدنا من كازا، الله يعطيك كل خير، سلام لساكنة كازا. التعليقات ديالكم متابعي قناة الشعب. يعني السي سعيد اللي كيقول لك انا كان صاد لك صاحب ديالي ويا السي سعيد، راه هذا هو الاشكال. يعني ها جوج بحوره وسميتو، ولكن راه كنشريو يعني الحوت غالي. يعني راه حتى الثمن التسر ديال الفقراء يعني ولينا كنشاهدو يعني دابا ب 12 درهم 13 درهم حتى ل 15 درهم، ما بالك وصل يعني ل 15 درهم. الله يحفظك. ولا لا ولات انت في الجرع المرود عبد العظيم سير رضوان. هنا خويا في كازا 15 درهم الله يصوبها، هو 15 درهم في مدينة الدار البيضاء. على 15 درهم الدار البيضاء. هذا تعليق من واحد يعني من احد المتابعين ديال شوف تي في، تيقول لك في كازا 15 درهم سردينا. سردي مناطق اخرى تلقى ب 20 درهم، مناطق اخرى اللي كيقول لك تقدر تلقاها يعني حتى ب 20 درهم. هذا هو الاشكال يعني اللي كاين يعني في مجموعه من المناطق دابا. هذا التسردين ديال الفقراء اللي ولينا كنشوفوا ان الثمن يكون يعني ملطف واحد الشويه، ولكن في زمن الغلاء ولينا تنشوفوا حتى السردين اللي الانسان ما كيقدرش انه حتى يشريه. هنا في مدينه الريصاني واخا 12 درهم يعني قليل ثم قليل ان الانسان كياخذ. المهم الصوره لي والتعليق ليكم متابعي قناه الشعب من السوق المركزي بالمدينه. يحييكم بعود قناه الشعب بجهه درعات بلالت، واقول لا ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب، لان في الحقيقه اقسم بالله ما كرهنا اننا ناكلوا السردين فقط حتى بخمسه دراهم وربعه دراهم، فاحنا كنتوفروا على جوج بحوره. ولكن للاسف الشديد ان السردين يعني وصل لمدينه الريصاني الثمن ديال 12 درهم، ومجموعه من المناطق ومجموعه من المدن يعني وصل ب 15 درهم حتى ل 20 درهم. ياك انا جيت لحداك وبعتي طوناج بغيتي، ياك جيت لحداك وبعتي طونا تدنا بكدرة 30 مكناس مكناس 13 درهم. تبارك الله عليك خويا يوسف، شكوى الله في هاد البيدرة هادا، راه درنا 30 ريال هاد الصباح و 8 درهم عطيتها له الصباح. الشنقة اللي كيخليو حتى يطلع صحيح اخويا سعيد، ما خلاوش الشنقة يعني حتى بلاصة 190
قال لك بغى يكمل 8 لتر ديال الزيت. أترككم متابعي قناة شوف تيفي لبث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. المهم مباشرة من مدينة الريصاني ومن السوق المركزي، الحوت موجود بالسوق المركزي بالمدينة، السردين اللي داير 12 درهم والطون 30 درهم للكيلو، وهذه الجودة ديالهم متابعي قناة الشعب، ومجموعة من الأنواع اللي شفناهم متابعي قناة شوف تيفي من السوق المركزي. قرينا التعاليق ديال المتابعين والمتابعات محبي قناة شوف تيفي، وأكيد متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.